howlgalkan ayaa ahaa mid qorsheysan oo ay sameeyeen ciidamada gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaas oo ay ku gaareen deegaano hoostaga gobolka Bay ee maamulkaasi waxaana qayb ka ah wasiir ka tirsan maamulkaasi oo ugu horeeya wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee ilaalada madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa howlgalkan deegaanada ay ka sameeyeen waxaa ka mid ah deegaanada Eldon, Yaqle, Saydolo, Arroble, Nibka, Sarmuguurto, Caashe iyo kuwo kale. Isaaq Cabdi Isaaq, taliyaha gaarka ah ee madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa warbaahinta ugu warbixiyay howlgalladani iyo qorshahooda wuxuu ahaa. Maylara ilaheenno guulay, falillaahi alxamdu. Way sheegana shacabkan ku nool deegaanadan. Maylara ayuu Saydelo. وين شايف سيدات نين لشقيا نين لشقيا شعبك نين لشقيا مكو قول أي سيدفع نهدي شعبك نين لشقيا لما كان حكتيو هايني هنا أنتك روم على إسراء أنا دتينا كده بعتان نين شقي ما يلا رأي إلهي نو قولي ما يلا رأي إس واي بس إن شقنا ميل ويل بوك وانفر قال بات كم ده ويسين كسوقن تي مسين كيران واي سين شقنا هل ودي سين فرم إني سخس ديبتا هم تين كم بدنا قتان دين تيسن بنتك شقاسان وما إلى رأي إس ولن جرنا أمتا ما إلى رأي دينش يا غلاسنا ولن جرنا دين هاينر خلا دعا ماسا وقت جه هلاي تاس لازم يوجا هنا ملا بس شاطع عزيز تطريق ما إلى رأي بس إن شاء الله كوان تو ولا دبعت هاي تان آدينو أوكينو ولا لينو أفتكاو كاس ده جدي تريا كوير تين جاريا ولا كلا دوم دين دمارك دين لع وسيد دين لع ولا أنت سارين قبتين محمود عاد 40 سيتي وادكم هاد سنت هاي داو شد هذا إن أنا جوسو بيرتو وح العجا كاجا ما بحيسو كل يوم حضو بعنت هاي إن تفلو صار تبوق إن فيسبوك أما هاد سبسكرايب ده هذا جنا الكين يوتيوب أديكو برت ما ميت سنة يا سيتي سومالي تي في أن راديو لا جانقات 40 تي نأهل ورر يبرنامجيو أديكا كاهد ليه